فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا وصل الحاج المتمتع وصل إلى مكة بعد ظهر اليوم الثامن، إذا وصل الحاج المتمتع إلى مكة بعد الظهر في اليوم الثامن، يقول: كيف يصنع؟ اليوم الثامن، نعم، بعد الظهر. بعد الظهر يؤدي العمرة، تحلل منها ثم يحرم بالحج ويطلع المنى اليوم الثامن اللي هو يوم التروية، يعني يطلع المنى. نعم، أو يطلع المنى وهو محرم بعد الطواف والسعي ويتحلل في منى، ما يفعل. نعم.